يأتيكم هذا البرنامج بمساهمة أعزائي المشاهدين على أنغام من طبع رصد الديل، نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم دائما أوفياء معكم في نفس الموعد، نسهروا مع بعض قعدة شعبي تحلى في سهرة رمضان، دائما يكونوا معنا في نفس التوقيت شيوخة من نخبة، شيوخة كبار اللي راهم رافدين المشعل دائما يحيوا الأعراس والحفلات، حنا نجيبوهم نعرضوهم معنا يسهروا معنا على كل حال من خلال هذه الحصة، ولا أنا نفضل نقول هذه القعدة شعبية، هذه القعدة الخلوية حتى نسهروا مع بعض وشعبي يحلى في رمضان ولا لا. اليوم الضيف الأول تاعي هو مصطفى خرشي، أهلا وسهلا بك، صحة فطور خويا العزيز، صحة رمضانك، مرحبا بك معنا. الله يسلمك، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. واش راك شيخ؟ والله الحمد لله. لاباس؟ لاباس ولا عليكم انتم. مع رمضان؟ لاباس الحمد لله. صيام لاباس؟ الحمد لله. كي تكون الصحة الصيام يكون لاباس. كاينة كاينة. والصحة هي الصحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك صوموا تصحوا. صوموا تصحوا. كاينة. هذه هي. وكيف الحالة؟ خدمة خفيفة؟ كيفاش الحمد لله دوك رانا مجماعة المتقاعدين دوك. أنا خلاص الخدمة دوك. مازالك صغير يا خويا. مازال مي فوساونا باش نديرو لا روتريت خلاص الحق الوقت خليناها للشباب دوكا. مازالك صغير، مازالك شاب. مازال يعني والله في الحقيقه مازال نمدو مي لا غالب واش تحت كاين شباب بزاف ماهمش يخدموا. على كل حال هي في الحقيقه سي فري مازالنا صغار مازال نمدو، بصح كي تشوف الشباب ما يخدموش وحنا شادينهم شبريفير انا نخليها لواحد صغير يخدم كو انا اللي درت لي زاني ديالي خليها الشباب ما يبروفيتي. على كل حال وما بالك تتحسن بالك الا تحسنت وطلبونا نخدموا ورانا هنايا ان شاء الله. على كل حال التجربه تاع الشباب دائما تحتاج تاطير من عند اصحاب الحنكه والتجربه، وربما صح. في تكون في يعني في نفس الميدان كمستشار في الميدان ديالك او في العمل تاعك، انا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله شو نقول لك انا نستقبلوا الضيف الثاني انت صاحبك على كل حال يا حبيبي وخويا وشيخي شيخنا بن الحبيب اهلا وسهلا بك، صحه رمضانك، صحه فطورك، صحه صيامك، ومرحبا بك يا خويا العزيز. ربي يجازيك، صحه فطوركم، صحه رمضانكم، ان شاء الله رمضان تجوزوا بالصحه والهنا والخير ان شاء الله. ان شاء الله لينا والمشاهدين تاعنا تاع جزائر تي في، الاوفياء تاع جزائر تي في ان شاء الله. ياك لبسنا تقهيوة راهو غلبك يا خويا راهو غلبك. انا نصوم 24 ما عندي حاجة. الله يبارك. واش راكم لاباس؟ والله لاباس بخير. لاباس الحمد لله. خوك راهو لاباس؟ لا الحمد لله الحمد لله. نعم الحمد لله والله الحمد لله. سؤال عليكم. الحمد لله والله ربي خير. ربي يعيشك. كاش ألا في رمضان كاش؟
على بالك حنا صحاب الشعبي شغل رمضان سي لوكازيون تاع القعدات. نعم. والشعبي سي بوبولار وحاجه يعني تاع تصيبهم في القهاوي في يعني ان بو بارتو سيرتو القهاوي هي معروفه من بكري شعبي باسكو زاد في القهاوي ولع في القهاوي مام صناع مام شيوخه مام يعني هادوما هي في رمضان قهاوي. وكاين ثاني مؤسسه ثقافيه يعني كما اريكولتور كما الوانسي كما الوراف كما وزاره الثقافه يعني يديروا هكذايا و تما يعطونا شويه خدمات يعني رانا الحمد لله نخدموا معاهم والاخر الحمد لله الحمد لله والاصول الحمد لله الحمد لله. انا نتمنى يكونوا هذه الحفلات دائما ماشي غير في شهر رمضان كي القلب اللوز ولا تاي هي صح هي كي الشوربه ماشي كي القلب اللوز ولا كي الشوربه في رمضان ملي يبدا شهر حتى يخلص الشعبي كيف كيف في رمضان ملي يبدا شهر حتى يخلص ومن بعد موراه يا اون ديغراداسيون توتال ايوا ربي يجيب بالخير ان شاء الله لانه نقولوا دائما كاين فنانين خدمتهم هذيك هي القوت لاتيين شغلهم الوحيد يعني هو الشعبي وهذا النوع يعني تاع الشيوخه يعني اللي ما عندوش خدمه ولا صناعه اخرى دائما احنا نقولوا حبذا يعني لو ان المؤسسات تلتهب بهم شويه لانهم اذا ما يحبقوا ما التهيناش بهم راهم ما التهيناش بالشعبي ما التهيناش بهذا الجزء الذي لا يتجزأ من الثقافه والتراث الثقافي الوطني تاعنا. سيد احمد النبيل عفوا الحبيب سيد احمد خوك سيدك عليه سيد احمد خوك كذلك شيخ راح يكون ان شاء الله ضيف عندنا في الاعداد العدد المقبل ان شاء الله. الشيخ نبيل الحبيب حتى دائما ناخذوا المعنى والافاده راكم تشوفوا في الشيخ اضافه الى يعني لا كارير اللي دارها في الشعبي هو انسان رياضي كان في الفريق الوطني لكره السله وبديت في الدي ان سي هي بديت بون بديت سبور الاولاني سي دو كاراتي بون درت لا بروميير دان بون في السبور انا بون في جميع حاجه نديرها سيريو فيها ما عنديش جو سوي ان موفي باردون ما نحبش نخسر يعني باسكو الانسان هكذا يولي بديت بون كاراتي ومن بعد درت لاتليتيزم خرجت روزيام شامبيون دالجيري درت ومن بعد الهوندبول في الهوندبول ما نلعبش لي كاتيجوري تاوعي زعما كادي ما نلعبش كادي نلعب بون جونيور ميم ليكيب ناسيونال كي كنت نلعب باسكت جافي 17 اون كنت نلعب بون سينيور كان معنا ذاك الوقت طيب زناتي كسكاس كاياس خواص يعني كانوا ارمادا يعني سي دي غرون جوار سي دي زاتليت ديليت يعني حاجه سيتي ان اونر كيما يقولوا شارف ليا طحت مع هاد العمالقه ولعبت معاهم وكنت معاهم في الفريق الوطني الله يبارك وشنو ما كملت انا الكارير تاعي في الفريق الوطني يعني لعبت واحد ثلاث سنين ومن بعد هذيك بون كنت في الدي ان سي ثاني كان رابح تيراي اللي نحييه هو كان المدرب تاعي في الفريق الوطني وكان مدرب تاعنا في الدي ان سي ثاني ذاك الوقت كان ديناميكيه البناء كان جعفر معالي معكم جعفر الله يرحمه ربي يرحمه جعفر معالي فقيد لا كاين بزاف كاين اللي توفى لا بصح كاين اون اسوسياسيون تاع لي باسكيتور راهم يتلاقاو راهم يديروا بون لي زوماج على لي زونسيان جوار اللي توفى يديروا عليهم اوماج ونتلاقاو في رمضان ثاني يديروا تما شو ولا بتي قال لا يديروا ولا بود يعني ما نساوهمش هادو سي كيما يقولوا ماشي قال وزاره الشباب والرياضه اللي دارت هذا لا سي ستان بينيفول تاعهم هما سي دي زونسيان باسكيتور اللي زون اورغانيزي هاد الله يبارك وعرفان الجميل لانه هاد العمالقه وهاد الرياضيين الفنانين جميع من قدم خدمه للوطن لابد حتى يعني واذا مشى زمنه كيما نقولوا يخلفوا اللي موراه لابد اننا ما ننساوش عرفان الجميل للناس اللي رفعت بالفن والثقافه يا لو كان بكلمه حلوه راح كيما نقولوا يفرح بزاف وهذا هو الاسلام وهذه هي تربيتنا وهذه هي خلقنا خويا بدون اطاله العزيز واش نقولوا واقي نبداو بخير المصطفى نبداو بشيخ مصطفى شيخنا ثاني شيخ واش كاش ما كاش ما وجدت لنا سي وجدت انا مشوقين يا خويا نتكلوا على ربي يا بسم الله نرفدوا معاك مالا بيان سير الله يبارك Thank you.
يا من طلوع أهلانك يفجي ظلام الأحلاك، يا من طلوع أهلانك يفجي ظلام الأحلاك، نعنيه شمس الفلاك، نعنيه شمس الفلاك، لله جود لي بوصالك، ننكي بزورتك عدالك، مني غلام حسن جمالك. قبل الصيام أمولاتي وأنا غلام مملوك، من ذي الفراق مهلوك، ويدات تزورني تتعافى داتي لها لكالو، تجي في قلبي واصلك، ويدات جستيني بقى العار عليك، آراية الملاك أمولاتي لمالك، لك العبد كل ما ملك، نصر مليك حماية المليك. محسنك وسرارك فتنة لكل من راك، حسنك وسرارك فتنة لكل من راك، وبهاك ليس يدراك، لازلت نرتجى بالشارك، ياتي المرسمي بخبارك ويفيدني بيوم مزارك، ونقول لجد سعدي وكمل قصدي في يوم مبروك، وضحى رقيب متروك، نجدد الفرح ونغنم ساعة مباركة، والنادي لله ينصرك، من رقة متواكمة مع شريك، آراية الملاك أمولاتي لمالك، لك العبد كل ما ملك، نصر مليك حماية المليك. تمامك مهما يتوق في سماك، جبين بدر تمامك مهما يتوق في سماك، يحمين لي استحماك، من قوس حاجبك ونيامك، وشفار هازم ظلامك، والخالم اشتمر بحزامك، الخد ورد فاني فوق بياض تنين عموك، بنورهم ختموك، الأنف زاد سرك، والشفان مبرمك، والمبسم دور خاتمك، والثغر المندوم جوهر وساميك، ما ينتهى توصافك يا من كملت ببهاك، ما ينتهى توصافك يا من كملت بباك، شلة مواهب صفاك، بالقلب واللسان وصفك، ونفيد بيه من لا عرفك، حتى تودني من عطفك، كافي هديتي بحسانك عسان فلوس بعفوك، والجود ناس وصفوك، لولا صدود هجرك مع العشاق سافك، أشيرة من لا يوالفك، وانتي روح الروح كل راحة فيك، اختصرت في مديحك هاد الحلة السالكة، بكرقد وطوابعي سبق، كم من آسم في اللغان سبتو ليك، هبت السلام المقام حضرتك يا تايكة، هاني في شعاري نمجدك، والفاضل معنا سلامها يحييك، خود اللبيب مدني هاد الدرة المبرمكة، استعد عقد بديع جوهرك، ونوضح لسجال اسمي يكفي، الغراب لي الحاج حمد صمصام المداهكة، كمن داعي في اللغادهك، ما تخشاه الدافرة يطي ضامك.
خلي جميع الرقبان تنتكى بغنم بالسلوان ساعتك ما تعرف في ذي الزمان ما ياتي وسعد دمام للعارف اللي جيبه ناسك إذا جت دي جودها مسك وشمال التوبة منك أبو يكسيك عراية الملاك أبو لاتين ملك لك العبد كل ما ملك نصر مليك حماية المليك عراية الملاك أبو لاتين ملك لك العبد كل ما ملك نصر مليك حماية المليك لقيتها في طوافي تسعة ويا لالا لقيتها في طوافي تسعة ويا لالا لقيتها في طوافي تسعة ويا لالا لتستغنى ملحيد جاود جاودي طلبتها بي وصالي قالت يل طلبتها بي وصالي قالت طلبتها بي وصالي قالت هذا ما هو محل الخطاب كلمتها وين صارفت عنها كلمتها وين صارفت عنها وصرت نبي مع خطابي إدارت الله واجتمعنا ميعادنا في قبة الشرابي طلع المؤذن هلل وكبر طلع المؤذن هلل وكبر طلع المؤذن هلل وكبر وقال حيا على الملاحي استغفر الله 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 يا مؤذن يا لالا استغفر الله يا مؤذن استغفر الله يا مؤذن يا لالا وقول حيا على الفلاحي بارك الله فيك شيخ مصطفى الله يخليك يا خويا اه خرجت لي بخرجه اليوم يا شيخ انا نتنا القصيده تاع شيخ الغرب لي يا خويا القصيده داك شباب شباب هي في حكايه القصيده هذاك وهما قاع يخدموا بالحكايات والمعاني ايه الشيوخ الشيوخ تاعنا الكبار ماشي هكذاك بك كتبوا قاع عندهم معاني وقاع دروس ووصايا وكلش نعم ايه والخاتم سيتي ديما مع الحكايات يعني في المأطورة يقول لك الخاتم هذاك سي تان لي سي باسي يحب يقول تمد له الخاتم من هذاك الخاتم ملكي هذاك الخاتم ملكي من يعطوك الخاتم هذاك بحال يعطوك لي سي باسي فوالا فهمت كيفاش هذاك لي سي يعني في حكم هذه في التراث في الحكايه تاع التراث ما على باليش الا صحيح
ولا غلط، وانما المأطور يعني الحكايه في التراث هكذا تقول، حكينا على سبيل الاستئناس فقط. انا نقول لكم انه الشيخ، نوري لكم ربما اللي حب يستغل الشيخ، لانه رفدنا رفده ممتعه، حتى الكاميرامان شفتوا يعني شفتوا تواسى شويه مع الغنيه، درتنا في دوميونس الله يعطيك الخير. هذا سيدي الاخر تاع الشيخ، على كل حال الشيخ مصطفى خرشي، هذا اصدار جديد راهو جديد في السوق، اللي حب يزيد يستغل الشيخ حنا الله غالب نظرا لضيق الوقت ماذا بينا الشيخ يجيب معنا صباح، وانما اللي حب يزيد السيدي تاع الشيخ يلي ديسبونيبل يعني في بارتو في لي بوان دو فونت يعني. هاو الشيخ هذا سيدي الشيخ، ونتمنى لك التوفيق. امين ان شاء الله. الله يعطيك الخير. الله يسلمك ويعطيك الصحه على المخير. بارك الله فيك انت قانيت. الله يخليك. تحت لنا الفرصه باش جينا لهنا، ونزيد نعلمك سي لا بريمير فوا راح ندوز في لا تيليفزيون. الله اكبر. جامي سي لا بريمير فوا، هذه هي اللي بالك ان شاء الله تفتح لي البيبان. يا خويا مرحبا بك. على كل حال تلفزيون على كل حال ما تاع مرحبا كما نقولوا تاع الفنان. الله يسلمك. لانه لولا ما كانش كنتم انتم احنا ما راناش هنايا. الله يسلمك. ياك وحنا مرحبا يعني باللي بجميع فنان مرحبا به. الله يسلمك. الاعلام دائما في خدمه الفنان وفي خدمه الثقافه، احنا ما نقولوش هذا ولا هذا، اللي جا مرحبا به، وان شاء الله ما تكونش المره الاخيره. ان شاء الله ان شاء الله هذا اكيد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ولا واش قال شيخ؟ لا لا هذيك هي. لا لا صح صح شيخ مصطفى، لا الله يبارك، يعني الاداء اللي يديرو يعني اللي سيريو في خدمته ويحب خدمته، ما يحبش يدير لي زيرور، ما يحبش يدير لي فوتاج دا في الخدمه، يعني لي كومبيتون كيما يقولوا. الله يبارك. لا لا الله يبارك. لا الا في دار رفده اللي تي ستركتوري كيما نقولوا، شغالات اللي خدمهم مرتبين مستفين، وهذا يبان لي لما نيش غلط. درت الكونسيرفاتوار شيخ. في قلكم انا صاحب الكونسيرفاتوار انا. كنت بديت انا في 90 مع شيخي كمال فرج الله. بالمناسبه نحييه ان شاء الله. تلميذ تاع العنقه كمال فرج الله، من تلاميذ اللي كانوا قراب وعاشروا العنقه يعني في المغرب. وجوزت معه من 90 حتى 2016. بون حبست ان مومون دوني، حبست واحد 8 سنين. نعم. ايه دازت عليا واحد لابيريود شويه. مي عاودت ريبرونيت بقوه. الله يبارك. الله يبارك. والحمد لله كملت لي زاني تاعي في الكونسيرفاتوار. نعم. جائزة الأولى. جائزة الأولى. الله يبارك. جائزة الأولى من المعهد، إنسان يعني باش يوصل ولا يتوصل يعني ينال الجائزة الأولى في المعهد المركزي للموسيقى والرقص والتمثيل، يعني الكونسيرفاتوار كما نعرفوا احنا لازم له يمر على ديزاكسيسيتي دي بري ومن بعد لي ميداي من بعد ديزاكسيسيت ومن بعد لي بري دوزيام بري باهي يلحق برومي بري الجائزه الاولى. يعني هذه الحكايه كامل تاخذ سنوات حتى ينال الجائزه الاولى، وهذه الجائزه معترف بها نقدر نقول لك في عديد من الدول نظرا للاتفاقيات اللي ما بين الدول في ميدان الثقافي، يعني في الميدان الثقافي. اخويا بارك الله فيك. الله يسلمك. لك التوفيق. بارك الله فيك. انا تشوقت للشيخ، حبيت نسمع الشيخ. وي بيان سور، احنا علاش رانا هنا؟ حبيت نسمع الشيخ النبيل. ان شاء الله. لا لا نزيد كلمه بك. نعم. خويا انور، بالمناسبه بك نوجه الشكر ديالي لشيخي كمال فرج الله بيان سور. نعم. ومن بعد ما درنا الكونسيرفاتوار زدنا تكوننا في الجمعيه الفن الاصيل مع جمال فوديل. جمال نحييه. جمال فوديل قانيت بالمناسبه نحييه. نعم. ونشكره. مام جمال فوديل ومام مع فاروق شعلان. شعلان قاني تراه دار معنا الكونسيرفاتوار، بصح رانا ناخذوا عليه، انسان مثقف وانسان دوي يخدم ويبحث ما شاء الله، يعني نشكرهم. كان يقرا عند فرج الله على ما قرا معايا. قرا معايا درنا الكونسيرفاتوار كيف كيف، وهو خير الدومين تاع استاذ يقري تعليم، وانا خيرت شياخه. الله يبارك يا خويا. وشنو رانا نتلاقاو وراني ندي عليه هو يدي عليا كما ندي على الشيخ نبيل هو يدي عليا، وهذا يمد لهذا. الله يبارك. وهذه هذا هو الفن. الفن يعني قد ما تعرف ما تعرفش. اكيد اكيد. قد ما تعرفش ما تعرفش. الواحد كيما نقولوا إذا كان عنده شغل
وصاحبه عنده شغل يعني يتبادلوا عندهم زوج. هكذا كنا نديروا حنا. الله يبارك يا خويا ما شاء الله. وهذا هو على كل حال الشعبي، وهذا هو القصيد، وهذه هي الادب، وهذا هو التربيه. راك تشوف نرجعوا لك شيء قبل ما نرفدوا، حتى يعني نوصلوا رساله فقط، انه حاجه تفرح بزاف لما نصيب شيخ بحال الضيف تاعنا الشيخ نبيل الحبيب. ربي يكبر. راهي التجربه والخبره والسن. هو عنده وظيفه ساميه جدا، يعني وظيفه انسانيه. شيخ ما شاء الله عمره ما ترك الفن، وزيد رياضي لاعب دولي في كره السله. هذه هي تربيه، وهذا هو الشعبي. احنا نتمنوا يعني لولادنا صغار هكذا ياخذوا الطريق تاعك والباركور تاعك، حتى يكونوا العقل السليم في الجسم السليم، ويزاد تربى ما بين القصيد ونغايم الاوتار. واش نقول لك، هذا هو الامر. هي كي هضرت هكذا، شوف انا واش صبت بين الرياضه والفن. هذا الرياضه سي تان سبور كوليكتيف، يعني اللعب جماعي. نعم. والفن هذا ثاني سي تان جو كوليكتيف، لعب جماعي. نعم. لو كان ما كاش الاوركاست، كان ما كاش الصناع كما يقولوا الطيار ولا الجناح ولا كاش، يعني هكذا الشيخ يعني ما يقدرش يخدم وحده. إلا كان تما كان لي ميزيسيان والشيخ ما كاش، تما سي انكومبلي ماشي متموم. يعني هذا اللي صب. وشنو كاين وكاين، كاين دي فوا تصب شيخ تما يقول لك الشيخ فارس واوركاس وكذا، يعني راه متلاحمين راه متفاهم، سي لا كويزيون، كان اون كويزيون بيناتهم. في الرياضه كذلك، تصب ان كلوب يربح ويدير لي ماتش وكذا والاخر، صافا دير يا اون كويزيون، كاين تربيه اخلاق. يعني في هذه اللي حتى الفن اسمه ديجا فن، ثقافة فن، يعني فيها حتى امام الاوركسترا تاعنا الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني الحمد لله ربي حطني مع هذه العيبة. نحمد ربي. الله يعطيك الخير شيخ. نرفدوا رفده شيخ ان شاء الله ان شاء الله. واش راح تجيب لنا ان شاء الله؟ نجيبوا حبيبه في الفالز، يعني شغل نخرجوا أيوة. لو تام دو شعبي. ايوا نجيبوا حاجه من لو ريتم، من الايقاع الاصالي. الايقاع الاصالي يعني ما بلا مودرنيزاسيون في مام لو فالز، يعني حاجه شويبه يعني. ايوا نتكلوا على ربي ان شاء الله. ان شاء الله نخلوكم مع رفده مع الشيخ بلا نرفدوا معاك ان شاء الله. يكون في الحب وصل
صحة شيخ الله يحفظك. واش نقول لك يا خويا، ها قلبت الحال يا خويا، ولتنا يا خويا ولتنا، ربي يخليك يا خويا. ربي يعيشك ربي يعيشك. مين جاك الهوا هذاك الاول يا خويا؟ هذا بون فكملش قال لك مصطفى، حنا رانا في الجمعيه، مازلنا في الجمعيه هذه الفن الاصيل. هذا جمال فضيل هو اللي يعطينا هذا الهوا، هذا ما شاف منين يسبي. مع شيخ جمال فضيل، شيخ جمال فضيل راني حال فيك، يعني عطانا بزاف حوايج. عطانا هذه عنده يا الكعبه يا بيت الله جودي في زماني، نعم. عطاها خدمها نور الدين علان، عطاه عنده ثاني عنده بزاف مشامم، عنده قصيد، عنده بيت وصياح، وفي في القصائد ثاني اللي معروفين مسموعين يجيب هواوات وينشينيهم معاهم، وبه هو اللي رانا يعني وصلنا لهذه المرحله اللي رانا فيها. يا خويا العزيز، نعم. يا شيخي ويا صاحبي، كاين زوج حوايج لابد ان نتكلموا فيهم. اولا شيخ جمال فضيل نحييك
وان شاء الله راح يكون معنا ضيف هنا في الحصه على كل حال. ونقول للمشاهدين ان شيخ جمال فضيل كي تسمع انت هكذايا تقول شيخ كبير وشيخ جمال فضيل شعره كحل شاب تلمون خدم وتلمون يعني لا مد قيمه بزاف واجتهد بزاف ولا شيخ هو مازالو شاب. نحييوه على كل حال باسمي وباسم الجميع كما نقولوا لانه قام بعمل جبار وربي يوفقه ان شاء الله في ميدان التعليم وفي ميدان الاجتهاد في باب القصيد ولا في باب الموسيقى لانه كاين القصيد ككلام وكاين الهواوات كموسيقى هو وفق بيناتهم الاثنين. فانا نتمنى لك التوفيق شيخ جمال فضيل تاع الجولف هكذا نقولوا له احنا تاع المراديه. وعنده واحد القصيد اسمح لي نقطعك. خدمت واحد النهار في بليده نعم الناس جاوا سقساوني قالوا لي هذه تاع المغراوي تاع قلت لهم لا لا تاع جمال فضيل هذا باسكو كان فيها واحد الكلام يقول لك عالجينيه قوت الروح يلي زينك ساجي صرت بهواك نحاجي نعيد للرايح والمال جيبهاك يا زينة الغنوج. هو يهضر على الكعبة على المر دوك جمال فضيل الناس كي تسمعوا ما تعرفوش يشوفوا بالك شيخ كبير وحافظ الستين بون انسان مدين انسان يعني تقي الله والاخر يعني وعنده واحد الكلام وشنو هو دوك لو كان يسمع هكذا نهضر فيه هكذا ما يحبش ما يحبش واحد يجامله ولا يعني إلي سامبل انسان متواضع انسان يعني خلوق حتى جا حتى اسمه فاروق شعلال ثاني يعني عنده واحد الخصائل واحد الشيء واحد اللي توش في الالات في القول في الكلام في شوف حنا شوف هنا ومصطفى اعوذ بالله من كلمه هنا عندنا جمال فضيل مصطفى وكمال فرج الله هاد ثلاثه يعني اللي نروحوا لعندهم بزاف ونتعاملوا معاهم بزاف فقعنا واحد ربي يحفظ شيخنا على كل حال حتى ربما نكمل الفكره. يا شيخ هذا ما راهوش اطراء يعني ما راكش تشكل في الرجل يعني هكذا وانما دانا نقول يعطيك صح دي سان تيمونياج صح صح رانا امام صح الاعلام امام الشاشه هذا شهاده في شيخ اللي اعطى الكثير وراه يمد في وقته الوقت هو العزيز على كل حال في دار الدنيا حتى يوصل الامانه ويوصل الرساله ويعني الامانه اللي اعطاها الله تمشي وعن طريق التعليم والتمعليم. فانا بدوري نحييك ونشكرك انت شيخنا كذلك لانك ما نكرتش يعني الجميل والفرصه الاولى اللي طاحت لك ذكرت الشيخ اللي راك تكوتوي فيهم وعلى كل حال ما انت شيخ وهذا هذه خصله يا خو في الايام تاعنا ولات خصله عزيزه بزاف الواحد اللي يذكر شيخه بالحسن انا نقول هو اللي شيخ لانه الخير عند الناس الا تسليف به جود اهل الحسن وبه تكافي حتى يعني ما تفوتنيش الفرصه. فالشيخ نبيل الحبيب خرج اصدار خرج البوم جديد في السوق في جميع اللي حاب يعاود يسمع لافالس تاع قبيل راه يسيبها هنا ان شاء الله. هذا الالبوم جديد غير ما هيك هكذا اخر البوم اللي هذا الدرني البوم عنده تقريبا عام وشنو فيه حاجه شابه على الجزائر الله يبارك بلادنا الجزائر تحيه الجزائر ونحيي الشعب الجزائري يعني لاجيري سي مون بي فيها هي جزائريه تاج البلدان يا بلاد سيدي عبد الرحمن نعم يا بلاد سيدي عبد واقفه ب يعني الكلام مانيش حافظه مليح بزاف فيها يعني نحكي على لاجيري كامل بالك الا جبتها معاك نسمعوها شويه هكذا شيخه ان شاء الله الى راهي واجده ان شاء الله الله يبارك نقولوا ليك شيخ انت وين تروح؟ كاين حاجه نسيناها ما ذكرناهاش ايه هو الصح كاع وشيخنا محمد بو عمران ايه قرصه الوي اللي درنا هاد لي سيدي سجلتوهم عند الشيخ عند الشيخ ما سجلت لهم كاع خويا محمد وانا ما سجلت لي شيخ شوف صح كاع صح كاع نسينا محمد الله يبارك شيخنا محمد وقت شوف هاد لي زانترو اللي دار على كل حال هاد لي زانترو اللي دارهم لنا كاع من عنده من عنده لي زاد عطانا شي حوايج لا فريمون يعطيه الصحه بارك الله فيه عاوننا بزاف في لي سيدي قلت لك ديجا قلت لك رانا مع فنانين على بالي واش راني نهضر يعني تبارك الله فيهم منها محمد بو عمران باسكو انا كي راه قدامي ما واحد كيكون قدامي ما نحبش كيما يقولوا ندلعوا ما نساوش ثاني خويا عبد الرحمن كاني دار تسجيله معنا حتى محمد بو عمران على البيانو حميد مقران هو حميد كان معايا في الجمعيه كنا في الاندلس في مزغنا نعم كان معايا حميد وجوزنا مع كمال فرج الله جوزنا واحد بيريودا والاخر يعني حميد ثاني تاع المدرسه حبيب بونس مع حبيب 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 في الايقاع
الله يبارك شيخنا كذلك لي زونسيان كنا نحكوا تجربه على آلة الطار صح الله يبارك شوف كمل سبانيولي ثاني كمل على التينور كمل كيباسا كمل ناصر لا لا كمل ناصر حنا نعيطوا له بالراهم نعيطوا له كمل تيردا هكذا وعبد الرحمن سيفاوي ما نطولوش على المشاهد الكريم اعطينا رفده شيخ وي تبلك ربي رهنة تاني رهنة تاني رهنة تاني طال الوعد عييت من خبي والصبر فناني والصبر فناني والصبر فناني آه يا بويا
الشيء انا ببلاني ربي باليني واحد في الدنيا ما تهنى همي يكفيني همي يكفيني اكتم سرك لا تقول شي ربي باليني ربي باليني واحد في الدنيا ما تهنى همي يكفيني همي يكفيني ماني طالب ما يفيد كتبي ماني رهباني ماني رهباني ماني رهباني خلي امرك في يد ربي لا غيره تاني لا غيره تاني غيرو كان يا وخي مقواني ماشي غير انت بلاك ربي راهنا تاني راهنا تاني راهنا تاني طال الوعد عييت ما نخبي والصبر فناني والصبر فناني والصبر فناني يا ابو يا كيراني يعطيك صحة شيخ الله يسلمك يا بويا كيراني يعطيك صحة شيخ الأولى ماشي تاع شيخ عمر العشاب عمر العشاب بدات هي بدات هي بدات ربي يحفظه يطول في عمره إن شاء الله يطول في عمره شيخنا نحيوها بالمناسبة في المهجر نعم نحيوها بالمناسبة شيخ نشكرك أنا على بارك الله فيك الله يسلمك ضيفنا كنت جيتنا ويعطيك الصحة سهرنا معاك سهرة شابة صنفين كرون بليزير الله يحفظك في كلمة أخرى واش تحب تقول واش نقول نقول إن شاء الله صيامنا مقبول إن شاء الله وربي يعيدوا علينا إن شاء الله نعم بالخير والهنا وإن شاء الله تعود ليا مزينة ونعود نولو كما كنا ونردو الخير للبلاد هذه اللي عطتنا ما خير إن شاء الله يا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله على كل حال هذا أمل ودعاء كل جزائريين يعني على كل حال واحد يحب بلاده مستحيل ما يحبش بلاده أنا نشكرك على الحضور مرة ثانية نتمنى لك نهاية رمضان كريم إن شاء الله ونوعدك أننا إن شاء الله راح نستضيفوك مرة أخرى مرة ثانية ونتمنى لك التوفيق الله يسلمك نقول أننا قربنا إلى نهاية الحصاء الوقت ضيق وعلى بالي أن المقام شيق أنا أفضل دائما أني نختم الحصاء برفدة شعبي يعني منها والواحد يسحر ويرقد كما نقولوا نتمنى لكم سادات المشاهدين صيام إن شاء الله كريم وصحور إن شاء الله كما نقولوا صحة صحوركم وإلى الملتقى في الحصة القادمة دائما مع شيوخة تاوعنا شيوخة تاع الشعبي ربي يحفظهم يكونوا عندنا ضيوف ما نقول لكم شكون ضيوف تاع غدوة إن شاء الله نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله نتلاقاو في العدد المقبل نخليكم بالشيخ مع الشيخ في رفدة أخيرة والسلام عليكم ثلاثة زهوة ونزارة نهواهم قلبي زار عمل الخير وصلاة وحمد الإله حمد الإله حمد الإله طل الدرة معلاها تشرق بنور الباهين بمديح رسول كل طالب يبلغ مناه قلبي يبلغ منا قلبي يبلغ منا يجعلنا الله في حماها لا تظل إلا ظله من تبع نهج الهدى إنا لما يرجى إنا لما يرجى إنا لما يرجى مكة يسعد من مراها يشوف سر الإله البيت العتيق يشفع في ساكن نحماه في ساكن نحمة في ساكن نحمة ثلاثة زهوة ونزاها
لهواهم قلبي زهيد أعمل للخير والصلاة وحمد الإله وحمد الإله حمد الإله من طاف وزرها نور العيان ضويا كبدر الداج نورها ضاوي مسراج من نور نبي المعراج حجاج راغبي ما ونبا سجدين في بيت الله صبح النور رفع السماء لا غير سوى لا غير سوى لا غير سوى الفجر ريبان ضياء بها المصلي زهير بها اربع اركان سجدة وطيعة لله طيعة لله طيعة لله انظر في حسن بها يشرق نوره في سماه ما يرى لنكد الاريا لجهنم وصلا لجهنم وصلا لجهنم وصلا ثلاثة زهوى ونزار لهواهم قلبي زهير عمل الخير والصلاة وحمد الإله وحمد الإله وحمد الإله عصوم فانيا ليس دوم صبحان الكريم ها ونشا يا السهيمة تكون دهي كتر في صلاة المدتر الخير ترى مدتر الخير ترى مدتر الخير ترى عندي حلا بباب تنكي طبع الملاهي من طلب الحرب وين يهرب الخيل ورا يهرب الخيل ورا يهرب الخيل ورا لا تزوى ونزا نهواهم قلبي زهير عمال الخير والصلاة وحمد الإله وحمد الإله وحمد الإله يقوم أصلوا على حبيبي وجهه يوحكي دار تقامة Thank you.